إلى ذلك ارتفعت حصيلات ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33,797 شهيداً و 76,465 مصاباً منذ 7 من أكتوبر الماضي. ونهجت السلطات الصحية في غزة المؤسسات ذات العلاقة لإنشاء مستشفيات ميدانية في مدينة غزة وشمال غزة في محاولة لتوفير الخدمات الصحية ولو بالحد الأدنى بعد خروج مستشفى الشفاء والعديد من المستشفيات عن الخدمة بشكل كامل.